عبد الحميد طنطان مهاجر عايش في ايطاليا كيحصل لي الشرف اللي تقريت هاد الناس وهاد الجمعيات وكنتمنى يكونوا جمعيات امثال هاد الجمعيات اللي كيشرفوا بمدينه تاجا وكيشرفوا بالاحياء اللي عايشه مهمشه تقريبا وكيجيو كيشوفوا الناس شراف كيبانيين عيور امراض ومن رزقهم ومالهم بدون مساعده اي مساعده ديال الدوله متكلفين وكيشرفني الحال نقول لكم الاطباء الله يخليهم لنا واقفين ساكن من الصباح وكيشافيو الناس ديالنا ديال الامن واقفين مساعديننا والاخ ديالي ولد عمي عبد القادر الصدق والاخوان اللي عايشين معاه في هذه الجمعيات شرفونا بزاف بالحضور ديالهم وانا كنتمنى يوميا يجيو يشوفوا المأساة ديال الناس وكان نتشرف بالصحافة اللي زارتنا وكان نطلب لهم ديما ماشي مرة يجيو يشوفوا بيت غلام حي قديم في تازة وماشي غير بيت غلام تازة كلها بغينا هاد الناس يبقاو يجيو ويتهلاو في هاد الناس لان هاد الناس عندهم اصل وعندهم اخلاق ما بغيناش نضيعوا التقاليد ديال حسن الضيافه وحسن الكرامه واي دار تمشيو ليها راه غادي يرحبوا بهذه الجمعيات واخا يقسموا معاها حتى طرف ديال الخبز وكنرحبوا بكم الجميع وكنشكروا الصحافه على الاكثر لان عطاتنا واحد الوقت نعبروا على المشاريع ديالنا وعلى المعاش ديالنا وشكرا.